توفيت السيدة كاميليا ابنة الفنانة الراحلة أسمهان الأطرش مساء اليوم في لبنان عن عمر ناهز 85 عاما. وأعلنت صفحة عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبي فريد الأطرش وفاة الأميرة كاميليا حسن الأطرش من خلال منشور تضمن مجموعة من صورها عبر فيسبوك، ولفت إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الاثنين في تمام الساعة 1 ظهرا في دار الطائفة الدرزية ببيروت. وقال عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبي فريد الأطرش: ينعي لكم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش كل آل الأطرش في مصر والوطن العربي وفاة المرحومة الأميرة كاميليا الأطرش. وأضاف في البيان الرسمي: انتقلت إلى دنيا الحق اليوم الأميرة كاميليا حسن الأطرش بنت الأميرة أسمهان الأطرش عن عمر 85 عام، وسوف يصلى على جثمانها الطاهر الاثنين الموافق 20/2/2023 الساعة 1 ظهرا في بيروت. رحم الله الأميرة كاميليا حسن الأطرش بنت الفنانة والأميرة أسمهان الأطرش. وكشفت الصفحة عن مكان تشييع الجنازة حيث ستقام صلاة الجنازة عليها في بيروت، وتواري الثري في مدافن العائلة، ويقام سرادق العزاء يوم الأربعاء المقبل بدار الطائفة من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا. كاميليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان من زوجها الأمير حسن الأطرش، ولدت عام 1937 وظلت برفقة والدتها حتى أتمت 7 سنوات، وبعدها استقرت مع والدها، بينما عادت أسمهان إلى القاهرة لمواصلة نشاطها الفني. وأعلنت وفاة الفنانة أسمهان بنفس لحظة احتفال ابنتها كاميليا بيوم ميلادها، وتم إخفاء الخبر عنها. وأكدت كاميليا سابقا إنها لا تعرف الكثير عن أمها أسمهان لأن والدها لم يتحدث عنها أبدا. وأشارت في لقاء مع صناع مسلسل أسمهان أن أولادها الأربعة ورثوا الحس الفني من جدتهم، ولكن لا أحد منهم قرر احتراف الفن. يذكر أن النجمة الراحلة أسمهان تزوجت من الأمير حسن الأطرش سنة 1934، وانتقلت للعيش معه في سوريا كأميرة لجبل الدرز لمدة 6 سنوات، رزقت خلالها بابنة واحدة وهي كاميليا. لكن حياتها في الجبل انتهت بخلاف مع زوجها حسن الأطرش، فعادت من سوريا إلى مصر ومارست الغناء مرة أخرى، ومن خلاله دخلت عالم التمثيل السينمائي.